إلغاء تفعيل رسائل البريد الإلكتروني للدعم على حسابك الخاص انستغرام. اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأسفل، هنا نقوم بالضغط على الصورة المصغرة في الأسفل، ثم بعد ذلك سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة. هنا نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على هذه العلامة، ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل. هنا نأتي إلى الإعدادات، نقوم بالضغط على الإعدادات، بعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة الإعدادات الخاصة، نأتي إلى الإشعارات، نقوم بالضغط عليها، ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة الإشعارات، نأتي إلى إشعارات البريد الإلكتروني، نقوم بالضغط عليه، ثم نأتي إلى رسائل البريد الإلكتروني للدعم، نقوم بإلغاء تفعيله من خلال الضغط على العلامة الزرقاء. هنا أصبحت باللون الأزرق، يعني تم إلغاء تفعيل هذه الميزة على حسابك الخاص انستغرام. وهنا نكون قد انتهينا. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.